لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا. لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا. لكنه راغب في من يعذب لكنه راغب في من يعذب وليس يقبل لا لوما ولا عدلا. بجنوب غرب آسيا قصة شهرزاد ألف قصة وقصة لزوجها شهريار لتصنع بذلك أجمل القصص على مر التاريخ. عبر برنامج ما يقال حاولنا البحث والتحري حتى نقص عليكم فحوى مدينة الصخر العتيق ومدى تشبث القسنطيني بهذه المدينة وذلك منذ فجر التاريخ. اليوم سنلجأ إلى أحد أقدم المتاحف التاريخية بأرض الوطن، متحف سيرتا. متابعي برنامج ما يقال، كما عودناكم في هذه السلسلة التاريخية التي تسوقنا كل مرة إلى منطقة تاريخية من مناطق مدينة قسنطينة، نلجأ اللحظة إلى المتحف الوطني سيرتا. هذا المتحف الذي يضم العديد من المنحوتات، العديد من الأشياء القيمة التي ستكتشفونها في هذا العدد. خليكم تابعين لهذا الفيديو، فأكيد راح تكتشفوا المزيد والمزيد عن مدينة قسنطينة التاريخية والضاربة في القدم. بين ثنايا المتحف سنسافر بكم في رحلة عبر التاريخ، بداية من حقبة ما قبل التاريخ والتي تعذر علينا الولوج إليها بالنظر إلى أنها تحت إعادة التهيئة، لننتقل بكم إلى كل الحضارات التي تركت بصمتها هنا بقسنطينة. والبداية كانت من القاعة النوميدوبولية، أي حوالي القرن الثاني والثالث قبل الميلاد، وأبرز ما يميز تلك القاعة الأثاث الجنائزي للملك ماسينيسا. وكذا أسفل المكان تتواجد أنصاب معبد الحفرة، وهي أنصاب نذرية كتبت باللغة البونية حينها وتؤرخ للإنسان الذي عاش بتلك الحقبة بمعتقداته ومختلف الرموز التي يمجدها. ما يشد النظر الفخار والحلي وبعض الآلات البدائية التي استعان بها الإنسان البوني، وهو ما يؤكد تفتح قسنطينة تلك الحقبة على مختلف الحرف، وهو ما تمليه بعض الرموز على الأنصاب. لننتقل بعدها مباشرة وفي الحجرة المجاورة إلى الفترة الرومانية، مزينة بتماثيل صاحبة الرومان الذين عمروا المنطقة، باخوس، ساتيرن، ميركور وثلة من التماثيل تلك الحقبة التي عبدها الرومان، إضافة إلى حيوانات قدست كالديك والكبش والعقرب. ثالث محطة
نقلتنا مباشرة إلى قاعة الخزافين بتيديس، والتي جلبت أوانيها من تلك المنطقة تحديدا. وما يميز هذا الخزف لونه الأحمر أجود أنواع الخزف الموجود هناك. ودون أن نغفل أدوات استعملها من سكن تيديس للزخرفة على الخزف، وهو ما تظهره الصورة. تطور ساكن تيديس جعلهم ينتجون مادة الزجاج ويشكلونها ويستغلونها في صناعة مختلف الأشكال، استغلت في الطب والعطور وغير ذلك من حاجياتهم اليومية. بتيديس كذلك كانت توجد قنوات لنقل المياه. بالرواق المؤدي لمحطتنا التالية تتربع أحد أجود أنواع التماثيل بالعالم، تمثال الجميلة أوستين زوجة الإمبراطور أنطوان التقي، وهي منحوتة رخامية بيضاء وجدت بهذه الحالة الجيدة. بقاعة المسكوكات سنتعرف وإياكم على عملات تداولها ساكنة المدينة، ومنها النوميديون وأندر القطع، تلك القطعة التي تحمل صورة الملك ماسينيسا على الوجه، وبالظهر نجد صورة الفيل التي تخلد أحد أبرز حقب الحضارة النوميدية، وهو الانتصار بمعركة 17 عام، معركة زاما الشهيرة ضد الملك حنيبال. العملة خط تحتها ماسينيسا ملك. بذات القاعة يتواجد تمثال يعرفه كل أهالي قسنطينة، وهو تمثال الإمرأة المجنحة بأعالي قسنطينة بالمنطقة المسمات نصب الأموات، تمثال آلهة النصر، وهو النسخة الأصلية التي لطالما حملها الرومان في حروبهم تيمنا بالنصر. رموز وأنصاب نذرية والعديد من التماثيل لأباطرة روما تزين الرواق المؤدي إلى الطابق الثاني، والذي سنلج إليه اللحظة. لكن قبل ذلك دعونا نتعرف على المتحف الوطني سيرتا. إلى هذا المتحف الضارب في القدم وأحد أقدم متاحف الجمهورية الجزائرية، نتواجد بالقرب من فسيفساء اختطاف هيلاس. هذا الفسيفساء لها تاريخ كبير، خليكم مع 70 لنا سنحكي عن هذا الفسيفساء، لكن قبل ذلك خلينا نتعرف رفقة المرشدة السياحية خديجة أسكراتني على تاريخ تأسيس هذا المتحف. أهلا بك خديجة ومساء الخير. مساء الخير منير. أهلا بك. وعاودنا تبدلنا البلاصة، لكن إن شاء الله محتوى جديد وأفكار جديدة راح نتعرفوا عليها المشاهدين. أعطينا ممكن في لمحة تاريخ تأسيس هذا المتحف. حاليا أنا في المتحف الوطني لسيرتا، المتحف الوطني سيرتا، وين يعتبر متحف سيرتا من أقدم المتاحف الموجودة في الجزائر، والثاني إفريقيا من حيث القيمة اللي يحتويها على المواد اللي كاينة فيه. افتتح متحف سيرتا في 15 أبريل سنة 1931، حيث يتربع على مساحة 2100 متر مربع، منها 1200 متر مربع مبنية و900 متر مربع كحديقة خارجية للمتحف، بني على أثار مقبرة نوميدو بونيقية، وين لقاو مختلف الآثار والأواني والضرائح الجنائزية في هذه المنطقة خلال التنقيبات والأشغال الحفرية تاعهم. بني بالنمط الإغريق الروماني بالشكل المنازل اللي كانت تبنى في تلك الفترة. دوك نروحوا للمتحف ونكتشفوا مختلف الغرف اللي فيه ومختلف الأشياء القيمة اللي هي مخبيتنا في وسطه. وهذا ما سنكتشفه اللحظة، خليكم تابعين لنا، نحن نتواجد اللحظة في الطابق الثاني، راح نتعرفوا على أجزاء من الطابق الثاني، فتابعوا الفيديو أكيد ماكمش راح تندموا، أهم شيء بارتاجيو معكم الفيديو.
يقابلك في واجهة المدخل فسيفساء باخوس، فسيفساء تضم لبؤة وكأس وعازف الناي. غير بعيد عن ذلك وعلى يسار اللوحة المذكورة سلفا، فسيفساء تحمل في ثناياها قصة ميثولوجية ممتعة، وهي تروي قصة اختطاف هيلاس. القصة بدأت بتوجه هيلاس إلى منبع مياه حتى يجلب الماء، فتم اختطافه من طرف حوريات المنبع. ومنذ ذلك الحين يستعمل اليونانيون كلمة هيلاس، والتي تعني يا للأسف. الفترة الرومانية المتأخرة تؤرخ للحضارة الرومانية التي اعتنقت المسيحية، وبها نجد العديد من الدلالات والمعاني والأعمال الفنية والتحف الخالدة كهذه الثريا التي تم ترميمها، وهي مشكاة متعددة الفوهات وتعود إلى القرن الخامس إلى السابع ميلادي، وجدت بمنطقة هنشير أزفان. هذه الدار أضاءت بهجة وتجلت فرحا للناظرين، كتب السعد على أبوابها ادخلوها بسلام. هي ما زينت أسكفة العثمانيين من عمروا المدينة يوما وتركوا موروثا ماديا يأبى التاريخ أن يتجاوزه، ببهو جناح الفترة الإسلامية لمدينة قسنطينة يتربع جهاز الأسترلاب، آلة فلكية مصنوعة من النحاس الأصفر، توجد منه نسختين فقط بشمال إفريقيا، وهي آلة ابتكرها العباسيون واستعملت لتحديد الاتجاهات الأربعة واتجاه القبلة ومواقيت الصلاة. قاعة الفن العالمي وقاعة قسنطينة هو آخر ما نحمله لكم برحلتنا التاريخية بهذا المتحف. ما يمكن لأي منكم أن يشد نظره هو تحفة موناليزا المتحف، والتي تعود للفنان إتيان ديني، والذي اعتنق الدين الإسلامي وتحول اسمه إلى نصر الدين. انتهت رحلتنا بأحد أجمل الوجهات السياحية التي نعرضها اليوم على ضيوف قسنطينة بشان الجزائر، متحف سيرتا التاريخي. وأكيد في جعبتنا المزيد عن عاصمة الحضارة والثقافة، بلد الألف قصة وقصة، قسنطينة.